السلام عليكم، معكم زميلتكم داني علاء. اليوم راح أشرح المحاضرة الثامنة من مادة المناعة، اللي بتحكي أو عنوانها Lymphocyte Development and Antigen Receptor Gene Rearrangement. أول موضوع بهاي المحاضرة بيحكي عن the stages of lymphopoiesis. هلا stages of lymphopoiesis أو كلمة lymphopoiesis بمعنى إنه هي the production of lymph cells. هلا lymph cells كلها بنعرف إن هم ال B وال T lymphocytes. هدول they usually develop بالbone marrow with thymus. And they get passed through various stages. يعني في إلهم مراحل تطور متعددة لحديد ما نوصل بالنهاية ل functionally mature naive lymphocyte. هلا كلمة أو اللي هي جملة functionally mature naive lymphocyte رح تتقسم لجزئين بالنسبة لنا. إنه في عنا إشي إنه في عنا اللي هم functionally mature وفي عنا كلمة naive. كلمة functionally mature بتعني إنه هدول الخلايا اللي أنا طلعوا عندي بعد ما عملت ال development للخلايا هدول. أنا حيطلع عندي على السيل سيرفيس تبعهم، يعني من برا حيكون في عندي ريسبترز that are specific to a certain antigen، يعني بيقدر يرتبطوا بانتجن معين. نايف يعني هم بحياتهم ارتبطوا بانتجن before، فبالتالي هم رح يعني لساتهم بيبي ولا إشي، ما عمرهم ارتبطوا، ما عمرهم عملوا immune response قبل، they have never been activated، فبالتالي they are called naive. فالبروسس اوف lymphopoiesis راح اوصل راح اوصل اخر شيء to a functionally mature naive lymphocyte. اول خطوه او اول مرحله بدي يمر فيها لما يكونوا hematopoietic stem cells. The hematopoietic stem cells دول موجودين بالbone marrow، وهدول مصنفين على انهم pluripotent stem cells. كلمه pluripotent stem cells بمعنى عندهم القدره على انهم يصيروا يعني اشكال عده وانواع عده من البلود سيلز، اي خليه من خلايا الدم ممكن تطلع من البلوريبوتين ستم سيلز. هلا هدول كمان من خاصيتهم انه they are self renewing cells، بمعنى هم بيقدروا يعملوا عمليات انقسام متعدده ليزيد عندي من عدد البلوريبوت هدول الستم سيلز لاقدر اجدد كمان مره الخلايا الدم الموجوده عندي. ومن الاشياء اللي بتميز الهيماتوبويتيك ستم سيلز هو وجود السي دي 34 على السيل سيرفيس تبعهم. Common lymphoid progenitors. هلا لما بتبلش تتخصص أكتر الهيماتوبويتيك ستم سيل لتصير أكتر انتو يعني بدها تقرب أكتر انها تكون لمف، يعني تحد حالها بس انها تقدر تتخصص للمف سيلز، هتبلش تصير a lymphoid progenitors. هدول الليمفويد بروجينيتورز هم مالتي بوتنت ستم سيلز او مالتي بوتنت بروجينيتورز، بمعنى هم عندهم القابليه انهم يعطوني اي نوع من انواع الخلايا بس مش كل خلايا الدم، فقط الليمفوسايتس، يعني يا بي سيل يا تي سيل. وهدول بنسميهم، وطبعا they still maintain their ability to proliferate، يعني لساتهم بيقدروا يعملوا انقسام من غير ما يصيروا متخصصين أكتر. Still these prolymphocytes are not yet committed to an exact lymphocyte type they would eventually produce، يعني لساتهم هم مش محددين هي حتعطيني B ولا حتعطيني T cell، مبهم الموضوع. Although prolymphocytes are committed to give lymphocytes at the end, they are still not committed to a particular type of lymphocytes. يعني نفس ما حكينا قبل إنه ما في إلهم خلية معينة محددة، ممكن يعطيني B وممكن يعطيني T. Unipotent progenitors هدول اللي هم منسميهم البرولمفوسايت، يعني البرو B cells أو البرو T cells. هدول they are committed إنه البرو B cell ما رح تعطيني إلا B cell، والبرو T cell ما رح تعطيني إلا برو T cell. They can still proliferate، يعني بيقدر لساتهم يعملوا انقسام، but are still unable to synthesize any component of their specific immune response. هم قادرين على انهم ينقسموا بس لساتهم ما عندهم القدرة انهم يصيروا more specific، يعني ما بقدر يكونوا اكتر خاصية، حتى ما عندهم اي نوع من انواع الريسبترز على السيل سيرفيس تبعتهم. هلا اذا ضلت البرولمفوسايت هاي الموجودة عندي، اذا ضلت بالبون مارو صار اسمها a pro B cell، بس إذا طلعت من البون مرة وطلعت لعند الثايمس صار اسمها a pro T cell. فهيك إحنا ممكن نعرفها زي indication إنه مين هي رح تعطيني B cell ومين رح تعطيني T cell. فاللي unipotent progenitors هدول بس رح يعطوني اسمهم ال pro lymphocytes، يا بنسميهم pro B cell يا pro T cell. ال pro B cell حتعطيني B cell وال pro T cell حتعطيني T cell. pre lymphocytes اللي هي بعد ال pro، اللي هي من pro B ل pre B أو من برو تي سل لبري تي سل، بهاي المرحلة they stop proliferating، بيوقفوا عمليات الانقسام جزئيا for a while، مش دائما بس جزئيا، ببلشوا يعملوا زي حركة
rearrangement and expressing the genes. يعني بلشوا هنا يبلشوا يعدلوا ويطلعوا عندي الجينات, يعني إشي switched on, إشي switched off, إشي بدي إياه, إشي ما بدي, إشي بقصه, إشي بخليه, عشان بالنهاية أنا to express هدول الجينز على شكل receptors. هون بهاي الحالة أنا لما بعمل expression يعني بظهر هاي الجينات, بطلع pre-antigen receptors. هدول يعني لسه أنا عندي receptor بدائي أو لسه ريسبتر مبدئي مش إشي أساسي, and then they resume the proliferation. أول ما عملت ال pre antigen receptors وطبعا بيجي معهم ال co-stimulators أو اللي هم ال شو اسمه ال مش ال co-stimulators sorry اللي بيجوا ال accessory كمان molecules بيكونوا معاهم جايين, and these they can بعد هيك مجرد ما ينعملوا هدول ال pre antigen receptors وكمان ال accessory molecules they can بعدين بيكملوا ال proliferation. فهي بتوقف جزئيا, بتعمل عندي expressing للجينز, بعدين عشان تطلع اللي pre antigen receptors, بعدين بتكمل الانقسام بشكل طبيعي. بعد هيك بتصير من pre B أو pre T cell into an immature B أو T cell, an immature lymphocyte. هدول بهاي المرحلة التحول من pre لا immature بيوقفوا عملية الانقسام مرة تانية, برجو بيعملوا rearrangement and expressing للجينز, برجو بيظهروا جينات معينة عشان يكملوا ال components for specific immune receptors, عشان يكمل الأشياء اللي بتحتاجها عشان تصير part of the specific immune response, resulting in the formation of antigen receptors. However, these cells have not been selected yet through the proper checkpoints, which are responsible for ensuring. مجرد ما أنا حولتهم يعني من pre لإمتشور وطلعت الريسبترز المطلوبة وطلعت كل الكومبوننتس اللي على البلازما ممبرين من كو ريسبترز وأكسسري وكو ستيميوليترز وريسبترز كله جاهز على البلازما ممبرين, لسه ما مروا بنقاط التفتيش الخاصة فيهم. نقاط التفتيش تنتين, نقطة اسمها سلف ريستريكشن ونقطة اسمها سلف توليرنس. هلا هدول نقاط التفتيش عشان تتأكد انه هاي الخلية هي صالحة انها تعطيني مناعة وتدافع عن الجسم, مش تهاجم الجسم, ولا انها تكون ما عم تشتغل بالشكل الصحيح. هلا السلف ريستريكشن هي انه انا اتأكد انه الاماتشور تي سيل ريسبتر, الاماتشور تي سيل ريسبتر بيعرف يحدد ويرتبط بالسلف انتيجين, يعني رح يرتبط بالMHC مولكيول الخاص بالجسم الخاص فينا احنا كبني ادمين, مش بMHC خاص بباثوجين او خاص بمثلا مايكرو اورجانيزم او شيء او حدا ثاني. لازم يتاكد انه انا عم بقدر احدد الMHC اللي قلنا السلف MHC اللي بيقدر التي سيل اللي بتقدر ترتبط بهذا الMHC, يبقى بتقدر تكمل حياتها, وهاي بتقدر عن جد انها تعمل عندي شو اسمه immune response. هلا طيب, هل هذا الاشي بينطبق كمان على البي سيل؟ الإجابة هي لا, ما بينطبق على البي سيل, لأنه البي سيل نفسها ما بترتبط بMHC, هي جواتها مركب الMHC أصلا. فبس التي سيل بتروح لسلف ريستريكشن تشيك بوينت, البي سيلز بتروح لتشيك بوينت تانية اسمها سلف توليرنس. وهنا الإماتشور بي والتي سيلز منهم يتأكدوا إنه they do not recognize السلف antigens. إذا قدرت إنها تقدر ترتبط بالأنتيجنز الخاصة بالجسم, هاي لازم الخلية تموت, لأنه هيك بيعطيني أوتو إميون ديزيزز. فأنا هون لازم أوقفها, يا إما بحاول أغير في الريسبتر تبعتها عشان تقدر تعطيني السبيسيفيسيتي الصحيحة, يا إما رح أضطر إنه أنا أدمرها, لأن هاي رح تشكل تهديد وخطر عندي, خصوصا إذا it got activated وعملت منها كمان effector و memory cells, وهذا الإشي مش كويس. فعنا نوعين من أنواع النقاط التفتيش, self restriction و self tolerance. السلف ريستريكشن اني اتاكد انها هي بتقدر تتعرف على السلف ام اتش سي, السلف توليرنس اني اتاكد انها ما بتتعرف على السلف انتيجنز. So identifying the self antigen molecules will not pass and their maturation process will be inhibited. بعد هيك من اماتشور بدي اكبرها لتصير ماتشور, هنا انا عم بحول هاي السل لتصير هي قادره على انها تبلش ان اميون ريسبونس when recognizing their complementary antigens. لما تتأكد إنها هي ارتبطت بالانتيجن اللي بشبه أو اللي بركب على الريسبتر تبعها, هنا بتقدر هي to get activated وتعمل عندي proliferation
وتقدر تعمل عندي اللي هي ال differentiation process، انها تعمل effector و mammary lymphocytes. هلا ممكن كمان ال maturation process ما بتصير بالthymus والبون مرة، ممكن يطلعوا ال immature B وال T cells ويروحوا للبريفري، يعني على مثلا tissues او اطراف تانية، وهناك يكملوا عملية النمو انهم يصيروا immature. ففعليا احنا ممكن نلخص عملية ال lymphopoiesis ب يعني هيك بسيريز اوف ايفنتس، انه اول شيء كوميتمنت، بعدين بروليفريشن، بعدين انتيجن ريسبتور جين دي ارينجمنت، بعدين سيلكتيف ايفنتس، بعدين ديفرنشيشن. هاي هي الملخص للليمفوبويسس بالضبط بيجي هون، بس ما رح نقدر نعرف هدول الستبس الا لما نكون فوق، يعني نكون عارفين كل ستيج من الليمفوبويسس. اميونوغلوبولين اند التي سي ار جينيتكس. هلا الاميونوغلوبولين اللي هو الانتي بودي، والتي سي ار هو التي سي ريسبتور. هلا ايش هي الجينات تبعتهم؟ The body needs a vast variety of different immunoglobulins and T cell receptors in order to identify the antigens which may be encountered in peripheral tissues. احنا عشان اقدر اوصل لمرحله انه انا الملم على قد ما بقدر عدد receptors complementary لعدد مهول من الانتيجنز اللي احنا ممكن نصاب فيهم عن طريق المايكرو اورجانيزمز، انا بحتاج قديش لانواع كثيره من الاميونوغلوبولينز والتي سيل ريسبتورز بسبيسيفيسيتيز مختلفه عشان اقدر ارتبط فيها. فكميه التنوع اللي بحتاجها كثير كبيره. Vast variety of different immunoglobulins and T cell receptors. If each one of these immune receptors was encoded by a separate gene, this would create a massive burden on the cellular genome. لو كل immunoglobulin وكل T cell receptor بيحتاج عندي جين لحاله عشان أضلني عشان أصنعه، أنا فعلياً عدد أو كمية الـ DNA اللي هي كمية الـ genetic material اللي عندي إياها حتكون كتير كبيرة وحتصفي عبء على الخلية وعلينا إحنا كمان كـ human beings. فهذا الإشي مش practical، مش عملي أكتر. لذلك من حكمة رب العالمين إنه the immunoglobulin and the T cell receptors in their original germline status is found only as gene segments. من حكمة رب العالمين جعل إنه إحنا عنا أجزاء من هاي الجينات هي المسؤولة عن إنها تعمل عندي الفروقات أو ال varieties أو ال diversity، التنوع الكبير ما بين ال immunoglobulins وما بين ال T cell receptors. During lymphocyte development, somatic recombination through the action of the VDJ recombinase enzyme as well as other enzymes will rearrange these segments into a fully functional gene, which gets expressed into an immunoglobulin or a T cell receptor chain. هلا خلال عملية تطور الليمفوسايت بصير في عندي إشي اسمه somatic recombination، اللي هي إنه أنا بعمل إعادة مش تدوير ولكن إعادة ترتيب لل للجينات الجسمية، مش عشان هيك حكى سوماتيك، ما حكى لي ريبرودكتيف، ما حكى لي على كروموسوم مثلا 23، لا هو حكى لي سوماتيك ريكومبينيشن، يعني موجودة على other chromosomes other than chromosome 23 باستخدام ال VDJ recombinase enzyme وكمان انزيمات مختلفة. هلا VDJ recombinase enzyme، هلا احنا بنشوف انه letter D موجود بين brackets، بين brackets يعني هل يعني هاي الدي ممكن تكون موجودة ممكن تكون لا، بحسب البوليبيبتايد تشين اللي بدي اطلعها، وهذا الموضوع حنفهمه هلا لبعدين. هلا هذا ال VDJ recombinase هو والانزيمات المختلفة هم مسؤولين عن اعادة ترتيب هدول السيجمنتس، لانه احنا فعليا اجزاء الجينات ما بتقدر تصنع عندي بروتين، انا البروتينات لازم تنصنع عن طريق جين كامل متكامل، فبالتالي it has to be rearranged into a fully functional gene which gets expressed into the immunoglobulin او على ال TCR chain حسب هذا البوليبيبتايد هو مسؤول عشان يصنع عندي immunoglobulin ولا T cell receptor. In the first figure, we have three genes for the immunoglobulin chain, kappa and lambda light chains and the heavy chain. In each gene, we can note that the presence of a V segment and a J segment. بهذا ال diagram هون احنا بنقدر نشوف انه عندي هاي الكابا جين وهذا اللامدا وهذا الH. هلا كل واحد فيهم بيجي باطوال مختلفه، بيجي بكومبينيشنز مختلفه، بارقام حتى مختلفه بالنص، بس اللي بقدر الاحظه انه كلياتهم عندهم V region و J region. V region منطقة V منطقة J منطقة V منطقة J، هذا الإشي الكومن بيناتهم. After that, the VDJ recombinase enzyme with the help of other enzymes will take the V segment and tie it with the J segment and it will remove the rest of the gene components between the V and the J. هلا بعد هيك إحنا مجرد ما حدد الجين عندي ما بين ال V وال J segments الموجودين على الجين الواحد،
باستخدام ال VDJ recombinase وبرضو أنزيمات مختلفة، حيقرب هاي ال V وال J عن بعض، يقربهم عشان يلتصقوا بعض ويصير مع بعض، لازم يلتصقوا مع بعض، تمام؟ فهذا اللي رح يصير عندي. هلأ عملية إنه أنا يصير التصاق بيناتهم وأقربهم، يا أما بصير by deletion أو by inversion. deletion يعني أمحي الجينات اللي nucleotides اللي بيناتهم وأخلي هدول السيجمنتس أربطهم مع بعض، أو inversion إنه أنا أرجع أطوي وألف الجين بطريقة مختلفة عشان أخلي ال V وال J segments يقرب من بعض. فهون بنقدر نشوف عملية deletion وهون عملية inversion. الانفيرجن انا لفلفتها 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 لخليت الفي والجي سيجمنت قراب من بعض وربطتهم وحافظت على باقي الجين. اما بالديليشن انا لفيتها، حددت مكان القص، قصيت وربطت، فطلع عندي تو برودكتس، طلع عندي انتاجين، الانوانتد نيوكليوتيدز اند الريكوايرد في اند جي سيجمنت. هاي العمليه بتصير عبر يعني نقدر نحكي عنهم سيكوينشال ايفنتس، يعني في بيجي هيك زي sequence زي ترتيب. أول إشي بعمل synapses، بعدين cleavage، بعدين hairpin opening and end processing، بعدين joining. synapses اللي هي making different gene segments closer to each other. This step is mediated by the RAC1 RAC2 enzymes اللي برضو بنسميهم VDJ recombinase enzyme. synapses إنه أنا أخلي ال V وال J segments قرب من بعض. فهنا أنا بهاي لو نشوف على هذا الفيجر، أنا هاي كان هيك ال unarranged gene locus by synapses، أنا خليتهم إيش طويتها وخليتهم يقرب من بعض. هلأ بيجي الراج 1 راج 2 انزيم أو اللي هو أصلاً ال VDJ recombinase enzyme نفس الاسم، بيجي بيقصقص بهاي المناطق عشان يقدر يخليهم إيش مالهم free. هلأ the cleavage process the gene will be partitioned in order to remove the unwanted genetic material and to make the chosen V and J segments closer to each other. This step is also mediated by the RAC1 and RAC2. فهي الكليفج بروسس إنه أنا قصصتهم، قصصت النيوكليوتيدز، شلتهم ما بدي إياهم، وتركت المناطق اللي بدي إياها من هذا الجين وخليتهم قراب من بعض. بعد هيك عملت هيربن أوب، طبعا هذا الإشي برضو اللي بيسارع أو بيساهم فيه هو الRAC1 RAC2 enzyme. Enzymes, hairpin opening and end processing. After enzymes will break the nucleotides to make them able to reform and tie together. عشان أقدر أربطهم مع بعض أنا لازم أعمل نوع من أنواع الإيش اللي هو الفك بيناتهم، هدول هم الهيربنز بسموهم، هدول رح ينفكوا، هم النيوكليوتيدز أنا رح أشيلهم عشان أقدر أربط المنطقتين مع بعض ويطلع عندي إيش جين كامل متكامل. هنا الأذر enzymes are getting involved، يعني أنزيمات مختلفة مش الراك 1 والراك 2. The joining process where the V and J segments are tied together with the help of different enzymes. هنا اشتبكوا مع بعض وصاروا جين كامل متكامل حلو أمور. The initial gene segments of the immunoglobulin and the T-cell receptors include. أي جين على الإميونوغلوبولين أو T-cell receptor رح يتقسم لأقسام. في إيش اسمه L gene segment V D J و C gene segments. هلا ال L منسميها leader gene segment. هاي السيجمنت هي بس فقط لمجرد اللي هي تعتبر المشرف أو العريف، بس بحكي متى نبلش ومتى ننهي، متى نروح ومتى نرجع. It does not cause the expression of any amino acid. يعني لما ال mRNA تعمل ترانسكريبشن لإله وتروح لعند الرايبوسوم وتعمل ترانسليشن، لما تمر بهاي الأجزاء أو تمر بالكودون، مش الكودون، ليش نحكي كودون، بهاي المنطقة اللي فيها الليدر سيجمنت، هون بتقول لك لا، هي بس منطقة تعريف للرايبوسوم متى يبلش ترانسليشن. فبعد ما يمر بالليدر سيجمنت بمنطقة اللي فيها صف النيوكليوتيدز جنب بعض، وهذا الصف يعني بفرجيني أو بفرجي الرايبوسوم إنه أنا الليدر سيجمنت، ما لازم ما في أمينو أسد يجي هون، بس أنا بحكي لك إنه متى بدك تبلش الترانسليشن، بيعرف إنه بعد ما يقرأ الليدر سيجمنت حيبلش الترانسليشن بروسس اللي هي بلش يصف إيش الأمينو أسد جنب بعض ويعمل عندي البوليبيبتايد شين حلوة ولطيفة. ال V أو اللي بنسميها ال variable gene segments اللي هي المتغيرة، ال D diverse only present B. الدايفيرس هاي مش موجوده بكل مش باي مكان، يعني نعرف احنا الاميونوغلوبولين موجود عندها هيفي تشين ولايت تشين، والتي سيل ريسبتورز عندها الالفا والبيتا والدلتا والجاما، بس موجود الدايفيرس موجود بالH تشين لوكس بالهيفي تشين وبالبيتا والدلتا
للتي سيل ريسبتورز، مش موجود بمكان تاني. الجوينينج هي بس عشان تربط، والسي اللي هي الكونستنت اللي هي ثابتة للكل واللي هي بتدعم الفاريبل لشغلها. The genetic origins of the immunoglobulin and T cell receptor chains. هاي كلمة اجت بالغلط. بش. هلا. The V region binds to the antigen while the constant region doesn't bind to it, but helps in the function of the V of the variable region by giving the immunoglobulin the secondary properties necessary for it to carry out its physiological function. هلا العامل او المنطقة الأساسية في الارتباط ما بين الانتيبادي او ما بين الريسبتر والانتيجن هي الفاريبل ريجن فعليا، اما الكونستنت ريجن فهي فقط تدعم الفاريبل ريجن على تؤدي وظيفتها بشكل جميل. The variable region has 3 CDRs على الجينيتك كود تبعها، راح الاقي في عندها او على ال او على ال الفاريبل ريجن اوكي في عندي انا 3 CDRs. CDRs اللي هم complementary determinant receptors CDR1 CDR2 and CDR3، وهدول they show the most differences ما بين البي بي سيل كلونز. الاختلاف الشاسع بين هدول الثلاثه CDR1 و2 و3 اكثر شيء ببين بالبي سيل كلونز. كلونز بي سيلز مختلفه بتبين فيها الاختلافات هاي. The genes encoding for the polypeptide chains of the okay. فإحنا هنا بقدر أشوف إن أنا في عندي هذا للإميونوغلوبيلين وهذا للتيسر ريسبتر. هلا الإميونوغلوبيلين أنا بعرف إن عندي الهيفي تشين وعندي اللايت تشين. هلا هيفي تشين ميو يعني هذا أن آي جي إم، فعليا هاي عندي هاي الفي ريجن وهاي الكونستنت ريجن. كونستنت ريجن كلها كونستنت كونستنت كونستنت، بس الفاريبل ريجن فيها أشياء كتير مختلفة، فعندها سي دي آر 1 سي دي آر 2 وعندنا هاي المنطقة كلها اسمها سي دي آر 3. هاي بتختلف يعني موجودة بكل variable region سواء كان بالتي سيل ريسبتر أو كان بالإميونوغلوبيلين مش فارقة. والهيفي تشين هي دائما عند الكونستنت ريجنز اللي هم أصلا بالعادة يعني كلهم نفس الإشي مش هيفرقوا كتير. The genes encoding for the polypeptide chains of the immunoglobulins are present on three chromosomal loci. هلا إحنا بنعرف for the immunoglobulins أنا بعرف إنه عندي heavy chain و right chain. الهيفي تشين بيعملها بس إيش يعني هي polypeptide واحدة بس هتنعمل. اما بالهافي باللايت تشين احنا يا بنحكي في عنا كابا او عنا ايش اللمدة. هلا الكابا تشين لوكس يعني وين المكان، لوكس يعني وين مكان الجين المسؤول عن انه يعمل عندي باي كروموسوم. المنطقة بالكروموسوم فيها الجين اللي بيعمل كودينج للكابا تشين اسمه لوكس، تمام؟ فالكابا تشين لوكس موجود على كروموسوم 2، اللامدا تشين لوكس موجود على كروموسوم 22، وعلى الهيفي تشين لوكس موجود على كروموسوم 14. ففعليا احنا في عنا ثلاث كروموسومات مسؤولة عن encoding for the immunoglobulin، كروموسوم 2 و22 و14. The genes that are coding for the TCR polypeptide chains are present on three chromosomal loci برضو. عنا الالفا والدلتا تشين لوكس موجودين على كروموسوم 14، البيتا والبيتا تشين لوكس موجود على كروموسوم 7، والجاما تشين لوكس على كروموسوم 7. طيب هلا ممكن يخطر على بالنا سؤال، طب احنا ليه ما حطينا انه الفا بكروموسوم 14 وبنقطه ثانيه دلتا كروموسوم 14 وحطينا البيتا لحال والبيتا والجاما كل واحده بنقطه لحال، او ليه ما حكينا انه البيتا والجاما مع بعض على كروموسوم 7؟ The reason behind هاي الclassification in particular إنه الألفا والدلتا تشين لوكس هما فعليا موجودين على نفس الكروموسوم على نفس الجين على نفس المكان بالضبط. كروموسوم 14 نفس المكان it can code for alpha والدلتا، بس البيتا والجاما صحيح التنتين موجودين على نفس الكروموسوم بس different loci يعني منطقتين مختلفات بيعملوا عندي كودينج، واحدة لبيتا وواحدة للجاما، عشان هيك هو تم تصنيفهم لثلاث مناطق مختلفة. أما هنا أوردي أصلاً ثلاث كروموسومات مختلفة بثلاث مناطق مختلفة بالإميونوغلوبيلينز. Loci of the immunoglobulin gene. هلا chains. هلا إحنا بنعرف إنه في عنا خمس أنواع من الأنتيبوديز. عنا IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. لو حكينا constant alpha هاي وين مسؤولة عن تعمل عندي constant region لمين؟ لا الA. طب الconstant delta مسؤولة عن تعمل عندي constant region للD. الconstant epsilon مطلوب انها تعمل منها الconstant region للIgE. الconstant gamma مطلوب انها تعمل الconstant region للIgG. والconstant mu مسؤولة انها تعمل constant region for the IgM. هلا اللمدا والكابا chains ما عنا اي دي جينز يعني ما عنا diverse، بس بالheavy chains عنا
الكابا واللمدا اللي هم اصلا they contribute لللايت شين ما لهم الدايفيرس سيجمنتس. بس عندنا بالكابا واللمدا في عندنا بس الليدنج والجوينينج جين سيجمنتس. The expression of the immunoglobulin chain genes. هلا العملية صناعة الاميونوغلوبولين أو حتى أعمل له كودينج يعني. When the DNA rearrangement begins, the heavy chain will start by picking a V gene segment and trying it with a G segment. Then a D segment gets tied to them. So one VDJ segment is chosen and the rest are ignored. After that, transcription begins to create an mRNA to then create a polypeptide. فلما ببلش انا اعمل دي ان اي دي ارينجمنت ببلش بالهيفي تشين بالنسبه للاميونوغلوبولين، وهون ببلش عن طريق انه انا اختار اي فاريبل ريجن وابلش اجربها مع الجي سيجمنت. لما يزبطوا رح اجيب اي دايفيرس سيجمنت واحطها بالنص. لما بعمل عندي في دي جي سيجمنت يعني صار تم اختيار الفي والجي والدي والجي سيجمنت، الباقي والبي ايش اجنورد، كله حنطنش اي نيوكليوتايدز بالنص. بعد ما احنا عملنا اللي هو ال V مع ال J، اول شيء ال D مع ال J عملنا لهم joining، بعدين ال V مع ال DG عملنا لهم joining، بعدين عملنا اللي هو خاص بالنص احنا we have it has been removed the nucleotides عن طريق ال deletion او ال inversion مش فارقة معنا. هلا عملنا احنا ال VDJ region، هاي المنطقة will be transcripted. Transcripted بمعنى حيصير في عندي mRNA will be produced. هاي الـ mRNA مسؤول انها تعمل عندي البوليبيبتايد لمين؟ للهيفي تشين. هلا نفس البروسيس بتصير عندي باللايت تشين، بس حبلش انا باي ايدنتيفاينج الـ V والJ region and without the presence of the D gene segment. ما عندي دايفيرس انا لا عندي لا بالكابا ولا باللمدا، فببلش انا باي I start to pick الـ V segment بعدين الجي سيجمنت بربطهم مع بعض، بعمل الجين المطلوب بعمل له ترانسكريبشن بعدين ترانسليشن تو برودوس اللايت تشين. بعد ما انا صار عندي لايت تشين افيلبل وهيفي تشين افيلبل، اول اي هاف تو دو از تو تاي ذم توجذر تو ميك ان اماتشور اميونوغلوبولين. انا عملت هيك انتي بودي جاهز للاستعمال. وهذا شو اسمه هذا الدايجرام بالضبط بلخص كل شيء حكيناه بس على شكل صور. يعني انه اول شيء ببلش باختيار بالهيفي تشين بلش عندي بالدي والجي واللي بالنص احنا طنشناه، هون باللايت تشين بلشنا بالفي والجي والباقي كمان طنشناه، عملنا جين سيجمنت هون بعد ما عملنا الدي والجي نقينا الفي وعملنا في دي جي سيجمنت، والتنتين بعدين حتبلش ترانسكريبشن بعدين translation to produce a polypeptide. بعد هيك they will start to align together عشان أعمل an immunoglobulin. The loci of the T-cell receptor chains. حكينا إنه الألفا والدلتا chains موجودين على same locus بنفس الكروموسوم اللي هو كروموسوم 14. أما البيتا والجاما فهم at different loci بمنطقتين مختلفين على نفس الكروموسوم اللي هو كروموسوم 7. كل هدول الألفا والبيتا والدلتا والجاما عندهم leading و variable و constant و joining gene segment. بس الدايفيرس بس موجودة بالبيتا والدلتا، أما مش موجودة بالألفا والجاما، ما في عندهم دايفيرس، بس الباقي كلياتهم كلهم الأربعة في عندهم leading و variable و constant و joining gene segment. The expression of the T-cell receptor chain genes. هلأ كيف أنا بدي أعمل expression للT-cell receptor؟ هلأ for the beta لو أحكي أنا مثلا الألفا بيتا اللي هو أصلا أكثر شيوعا، ببلش بالبيتا تشين، هذا اصلا بتبلش بعمليه الديفلوبمنت تعمل عندي بيتا تشين. وي ستارت باي بيكينج الدي جين سيجمنت بعدين يو تاي ات وذ اي جي اي جين سيجمنت بعدين باي اي في جين سيجمنت. وانس يو تاي ذم توجذر بتبلش يعني عملنا احنا جين كامل، ببلش اعمل ترانسكريبشن بعدين ترانسليشن وهي البيتا تشين صارت جاهزه. فور دي الفا تشين احنا بنبلش بنفس الاشي بس بختار في وجي سيجمنت من غير الدي سيجمنت لانه ما عندها دي سيجمنت، بس بيرتبطوا مع بعض وبيعملوا عندي جين كامل متكامل، بقدر اعمل لهم ترانسكريبشن بعدين اعمل لهم ترانسليشن بعدين راح اعمل اللي هو الالفا تشين. عندي الفا تشين موجوده عندي بيتا تشين موجوده راح اربطهم مع بعض تو فورم اي تي سي ار مولكيول اي تي سيل ريسبتور. The genetic origins of the immunoglobulin and the T-cell receptor diversity. إيش هي العوامل التنوع اللي بالجينات الموجودة يعني ما وراء الجينات؟ أول إشي في عنا اللي هو germline diversity، إنه بسبب عنا وجود V segment و D segment و J segment
multiple copies يعني بنسخ مختلفة بأشياء مختلفة. هذا الإشي خلق عندي نوع من أنواع التنوع ما بين كل T cell receptor، ما بين كل immunoglobulin موجود. تاني شغلة combinatorial diversity. هلأ بسبب إنه ال VDJ recombinase قادر إنه يرتب عندي ال V وال D وال J segments بترتيبات مختلفة، فهذا الإشي بيعطيني عدد احتمالات لا مثيل لها، يعني the probability إنه يطلع عندي يعني زي بعض كثير نادر، لأنه كل شوي بيعمل عندي إيش combinations مختلفة. إلا إذا كنت بحكي عن كلون، الكلون أصلاً لازم يكون عنده نفس الكومبينيشن، نفس T cell receptors بنفس specificity. أما لو بحكي أنا عن different clones of immunoglobulins وكمان T cell receptors، أنا هنا مستحيل بوجود ال VDJ recombinase enzyme إني أوصل لنفس الإشي. adjunctional diversity. هلأ إحنا بنعرف إنه مجرد ما عملت أنا اللي هو ال hairpin opening اللي أنا فتحت فيها ما بين ال V وال J segments، رح أرجع أعمل joining together. هنا ممكن يكون في عندي junctional diversity، عملية البناء، يا أما بصير في عندي imprecision أو insertion of N regions with nucleotides using the TDT enzyme. هذا الإشي رح نحكي فيه هلأ بالضبط، أو رح نحكي هلأ ال junctional diversity إنه أنا هلأ لما فتحت ال عندي ال hairpin. أوكي، هلأ يا أما أنا رح باستخدام الانزيمات اللي يعني بتكسر، يا رح اكسر زيادة النيوكليوتايدز وهذا الاشي حيخلق عندي انه يكون الجين مختلف فيعطيني امينو اسد تشين مختلفة، سيكونس مختلفة، فبالتالي بيعطيني بروتين مختلف بديفرنت سبيسيفيسيتي، او بضيف زيادة النيوكليوتايدز عن طريق استخدام التي دي تي انزيم واللي حيطول من طول الجين المسؤول، فبالتالي حيخلق عندي أمينو أسيد تشين مختلفة، تمام؟ اللي شو اسمه؟ حاطين اللي حاطين different specificity. فهي يا إما أنا بالتنوع بصير عن طريق يا إما أنا زيادة النيوكليوتايدز ضفتها أو زيادة النيوكليوتايدز ناقصة، هيك بتصير ال junctional diversity. Combining the expressed polypeptide chains of the immunoglobulin or the TCR in various assortments. اصلا ترتيب البوليبيبتايدز اللي طلعت عندي بطرق مختلفه بيؤدي عندي الى اختلافات وتنوعات مختلفه. The origin of the germline diversity. هلا هذا التيبل فعليا هو للاطلاع فقط انه قد ايه في عندي انا اختلاف بالسيجمنتس لنفس الجين، يعني الجين كودينج فور اللامدا تشين عندها في ما عندها في وجي وسي وكونستنت ريجن، التنوع اللي موجود بين كل واحدة. هلا حسب ما قال الدكتور احنا في عنا الكونستنت جين سيجمنت، هاي المطلوب منها انه احنا نحفظها لكل واحدة فيهم، الباقي هو للاطلاع لنشوف قديه في عن جد في عنا فرق. The generation of a junctional diversity. هلا هاي بالضبط اللي حكيناها، انه بعد ما احنا recombination لا ال VDJ recombinase enzyme we will have two gene segments that are close to each other. The junction between them is used by is made by other enzymes. Imprecision in the joining activity. بمعنى إنه you have removed some nucleotides, creating a more diversity in the amino acids encoded by the nucleotide sequence. TDT enzyme. It is done by adding of short stretches to the nucleotides, which they will create even further diversity in the final gene produced. وهذا diagram الموجود برضو بلخص الحكي، أو اللي مش قادر يستوعبها أو مش قادر يفهمها بالذات، هاي هون عملية الزيادة بزيادة اللي هو عن طريق الـ N nucleotides، وهون في عنا اللي هي إنه شلنا بزيادة. الـ T cell development عملية تطور الـ T lymphocytes. The T-cell development. هلأ بنعرف إحنا إنه T-cell development هي أصلاً بتصير في الثايمس اللي هي الغدة الزعترية والله العليم. And through this organ undergoes progressive involution. And although this organ undergoes progressive involution after puberty, its remnants, together with the long lifespan of the already existing memory T-cell population, ensures a proper levels of the T-cell production throughout the life.
هلا اوريدي احنا في عنا الغده هاي الموجوده اللي هي الثايمس. هاي الثايمس اوريدي هذا مجرد ما احنا ننولد ويكون موجود واحنا عم نكبر او خصوصا بعد البيوبرتي بيوقف عمله، بصير شوي شوي يبطل يشتغل، بصير له انفولوشن، يعني الفانكشنز تبعته بتتراجع، بصير موستلي اديبوز تيشو، بضل شويه منه ليمفويد. هلا هاي الريمننتس اللي هي بقايا الاميون سيستم او الليمف سيستم الموجود فيها مع بالاتحاد مع الميموري تي سيلز الموجودين، هم اصلا بضلوا لهم فترات طويله جدا 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 لعمر طويل، يعني بيقدروا يعطوني اي تي سيل اميونيتي كويسه. هلا the protein lymphocytes are first detected in the subcapsular zone of the thymus and with maturation thymocytes migrate towards the center. الثايموسايتس هم الاماتشور تي سيلز، they migrate towards the center. هلا بالضبط احنا في عندنا هون، فهنا في عنا إحنا subcapsular zone، هنا وين اللي البروتي سيلز حيكونوا موجودين. هلأ وكل ما عم نمشي towards the center رح ألاقي إيش ال شو اسمه ال immature T cells حيكونوا موجودين هون. هذا بس يعني عشان نقدر يعني نربط الفكرة. هلأ T cell development must ensure self-restriction and self-tolerance as well as maintaining a single type of a co-receptor. خلال عملية تطور التيسل أنا لازم أتأكد من عملية self-restriction والself-tolerance اللي حكينا عنهم قبل، ولازم أتأكد أنه عندي بس co-receptor واحد، ممنوع يكون أكتر من هيك. هلأ the thymocytes يعني إحنا أوكي نقدر نصنفهم being pro-T-cells pre-T-cells immature mature، بس برضو في عملية تصنيف مختلفة بنسميها double negative double positive with single positive classification. double negative يعني ما عندها لا CD4 ولا CD8 على السل تبعها على السل سيرفس. double positive يعني عندها two co-receptors، والسنجل بوزيتيف معناتها عندها واحد بس من الكور ريسبتورز موجود. هذا كل التفاصيل حنفهمها هلا لجوا، بس هي هيك از ان انتدكشن ان انتدكتري الى التي سيل ديفلوبمنت. هلا احنا بنعرف انه احنا كل عمليه الوصول لحديت البرو تي ليمفوسايت هاي كلياتها عمليه متواجده في البون مارو. البرو حيمشي لعند الايش لعند الثايمس، وخلال بالبري كابسولار زون مش ببري كابسول بدي السب كابسولار زون البرو تي سيلز حتتحول لبري تي سيلز عن طريق ايش بروسيسز معينه. حتبلش بالاكسبريشن اوف ذا بيتا تشين جين، راح تبلش تعمل عندي اللي هي الريكومبينيشن اللي هي حكيناها قبل البروسيس بالضبط كيف بيعمل عندي البيتا تشين جين. حيصير حيعمل عندي انا بيتا تشين تيكس بليس، هذا بالكورتكس مش بالسب كابسولار، هون بصير بالكورتكس تمام. مع البيتا تشين جين هعمل السي دي 3 والزيتا مولكيولز they will be produced، وهدول حيقعدوا جنب هالبيتا تشين. هلا انا عشان اتاكد انه انا ما يصير عندي ريبليكيشن للبيتا تشين او ما اعمل تشين تانية ترتبط مع البيتا، بدي بس الفه جنب البيتا عشان اعمل التي سيل ريسبتور، بدي احط اشي زي مكان يحجز المكان الالفا تشين، لانه الالفا تشين مش هلا بتعمل، الالفا تشين بتنعمل على الستيب اللي بعدها فرح تطول شوي. طيب انا كيف بدي اتاكد انه هون بده يجي عندي بس الفا تشين؟ راح اعمل اشي اسمه اي بري تي الفا او البي تي الفا تشين، وهاي هي عباره عن انفاريانت بروتين، يعني بروتين لا بهش ولا بنش بس هو واقف يحجز. It assumes the future position of the constant alpha domain. هي رح تقعد جنب البيتا تشين على أمل إنها هي يوما ما هاي الألفا تشين رح تيجي هون زي ما إحنا شايفين هون بالضبط. هاي الزيتا موجود وهاي CD3 molecules كمان موجودين وهاي البيتا الأصلية موجودة وهذا PT alpha اللي هو بس عبارة عن وهم بس أو يعني مكان لحجز مقعد فقط. Assembly of all these molecules forms the pre-T cell receptor. إحنا لما نشوف هاي الصورة بعرف على طول إنه أنا في عندي إيش هذا cell surface لpre-T lymphocyte مش لpro لpre. Assembly of all these molecules forms the pre-T cell receptor which mediates the survival and the expansion of the thymocytes clone as well as the allelic exclusion. فهذا بيأكد إنها تصير survived. شو يعني survived؟ يعني هي عندها قدرت تعمل expansion للريسبتر، يعني هي فعالة شغالة صح ما في مشكلة. expansion للthymocytes clone لأنه إحنا بنعرف ما بين البرو من البري للإمتشور بتقدر ترجع تعمل كمان مرة إيش proliferation process، هي بس وقفت جزئيا وهلا تتكمل مرة تانية، فبتعمل expansion للthymocytes clone اللي هو له specificity هاي. كمان شو اسمه الalleleic exclusion. alleleic exclusion إنها بتطفي جينات أو بتطفي كروموسومات وبتخلي كروموسوم تاني شغال.
عشان تتأكد بس عندي a single beta chain type ما في إشي تاني. A pro-lymphocyte has two copies of the chromosome, paternal and maternal. Recombination must happen only at a single gene locus. If the recombination happens to both of them, this will lead to the development of more than one type of a T-cell receptor on a single lymphocyte, a lymphocyte clone, which is prohibited in the immune system. That's why only one chromosome will be expressed and the other will be inhibited. هاي هي تعريف الalleleic exclusion. أنا بطفي الليل وبضوي تاني. بطفي كروموسوم وبضوي تاني. طفي وضوي. طفي يعني أنا ما رح أعمله expression. ما رح أعمل له أي ريكومبينيشن، رح أعمل ريكومبينيشن على المضوي. هلا أنا لو لا سمح الله أنا على التو كروموسومز على التو لوكاي ذات ار كودينج فور ذا بيتا تشين عملت ريكومبينيشن، هذا يؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من التي سيل ريسبتورز من نفس الكلون واللي هو أصلا بروهيبيتد، ممنوع يكون عندي هذا الإشي. فبالتالي إحنا رح نعمل طفي لكروموسوم ونضوي الثاني عشان نعمل ريكومبينيشن لبيتا تشين واحدة، فيطلع عندي تي سيل ريسبتور كلون واحدة بسبيسيفيسيتي واحدة مش أكتر ولا أقل. The TCR expression to change from PT cells into immature T cells, productive recombination and expression of the alpha chain genes as well as the expression of both CD4 and CD8 takes place in the cortex as well. هلا أنا هون بدي أبلش أعمل الألفا تشين من بدي أتحول من بري لإماتشور، بدي أعمل إكسبريشن للألفا تشين وبدي أعمل كمان إكسبريشن للسي دي 4 والسي دي 8 وهذا كله بصير بالكورتكس. This causes the formation of an immature double positive T cells. Immature يعني لساته غير كامل ليصير يعمل عندي immune response. Double positive يعني عنده السي دي 4 والسي دي 8 كوريسبترز وهو A T cell. طب هل بينفع هذا الإشي؟ في عملية الماتوريشن هي نعتبرها زي عملية التخلي، لازم أتخلى عن كوريسبتر وأخلي واحد موجود. To change from an immature then double positive T cells into mature single positive T cells, you undergo the selection and the coreceptor commitment process. لازم أعمل أختار وإيش commitment. هلا الأختار إنه أنا بختار T cell receptor الصحيح. والكوريسبتر كوميتمنت اللي هي كمان اللي تحديد الكوريسبتر اللي أنا بدي إياه، الكوريسبتر المطلوب. هلا السيلكشن بروسس بتصير the basic idea behind the selection that when the T cell receptors bind to the self antigen HLA complexes on the antigen presenting cells in the thymus هي بس فكرة إنه أنا بقدر أرتبط بالأنتيجن. هلا قوة السيجنال اللي بتيجي من ارتباط T cell receptor مع الـ MHC اللي هي الـ first signal هي اللي حتحدد وجود التي سيل ولا موته، تمام؟ فهنا احنا بنطلع على البايندينج تو ذا سيلف انتيجن بس من ناحيه قوه، مش قوه الارتباط يعني غير قوه الارتباط، بطلع على قوه السيجنال سيجنال سترينج وبطلع على الافيديتي. الافيديتي هي توتال ذا سم اوف ذا بايندينج من التي سيل ريسبتور للانتيجن ذات ود ليد تو ذا ديفرنت فيتس اوف ذا ثايموسايتس. فهي عمليه الارتباط اوكي انت قدرت تحدد عندي السيلف ام اتش سي بس قديش قوه ارتباطك فيه وقديش قوه السيجنال اللي بدي ذات بي برودوسد. ففي بصير عندي يا اما بوزيتيف سيلكشن يا نيجاتيف سيلكشن. البوزيتيف سيلكشن بتصير انه انا خلص التي سيل ريسبتور رح تعيش لما يكون في عندي ويك سيجنال، انا صار في عندي انتيجن بريزنتنج سيلز هذول موجودين بالثايميك كورتكس where the thymic epithelial cells will act as antigen presenting cells. هلا لما بيرتبط التي سيل ريسبتور ويعطيني weak interaction هذا بيعطيني زي يعني مبشر انه هذا التي سيل ريسبتور كويس، ما اعطاني a strong signal، ما اعطاني strong لا يدل انه هو عنده specificity towards the self antigens، بنفس الوقت ما اعطاني ولا signal يدل انه هو ما عم مش قادر يفهم شو عم بصير. فهذا الاشي a good indication لما يعطيه انه قدر يرتبط، يعني بمعنى انه هو بس قدر يتعرف على MHC من غير التعرف على السلف انتجن اللي موجود، هذا يدل على good indication، اعطاني weak response او اعطاني weak interaction، فهذا الاشي يعتبر a survival signal بالنسبة للثايموسايت. بس اذا ما كان في عندي اصلا signal من اساسه يعني ارتبط وما اعطاني ولا signal، هنا it would die by neglecting، حنهمشه ونتركه. فهاي العملية بتصير إنه عندي بالثايميك كورتكس أول إشي بتصير، تاني إشي بيكون في عندي الإبيثيليال سيلز الموجودين بالثايمس they are acting as antigen presenting cells، بيجي التي سيل ريسبتور وبيرتبط فيهم. إذا أعطاني weak signal
هذا معناته رح يعطيني a survival signal بالنسبة للتايموسايت انك انت حتعيش. اذا ما اعطاني signal بتاتا هذا معناته رح يموت by neglecting. طب what if اعطاني signal بس it was a very strong signal؟ هنا بهاي الحالة هاي العملية بتصير بمرحلتين او بمكانين، اللي هي لما بيعطيني strong signal يا بالكورتكس يا بالثايميك كورتيكوميديلاري جونكشن and in the medulla. بالكورتكس هنا الثايميك ابيثيليال سيلز، نحط لكم لون ثاني عشان ما توهوا، كورتكس وثايميك كورتيكوميديلاري جونكشن and medulla. هلا بالكورتكس هاي بتصير هاي مرحلة اللي هي نيجاتيف سيلكشن بتصير مرحلتين، يا بال بالكورتيكال ثايميك ابيثيليال سيلز او بي او عن طريق الدندريتك سيلز والماكروفاجز والميديلاري ثايميك ابيثيليال سيلز and these are antigen presenting cells. بس الكور اللي بالكورتكس they are going to present antigens للدبل بوزيتيف سيلز، بس اللي بال شو اسمه بالثايميك كورتيكوميديلاري جانكشن بالميديلا رح يفتحوا لي للسنجل بوزيتيف سيل، يعني هم متاحين للسنجل بوزيتيف. هلا لو صار في عندي انتر اكشن ما بين التي سيل ريسبتور مع الـ MHC presenting itself antigen وصار في عندي very strong signal، هذا يدق ناقوس الخطر it will promote the thymocytes death by apoptosis، وانا حيموت. انا لازم انهي هذا الكلون، لازم ما يصير في عندي اي نوع من انواع الـ انه اي نوع من انواع السرفايفل هاي الكلون. انك شو انت تقدر تتعرف على السلف انتجن لا وكمان تعطي ايش اي فيري سترونج سيجنال، هذا الاشي غلط. فلانه لو اعطاني فيري سترونج سيجنال طبيعي جدا رح يعمل لي اكتيفيشن اند از ا ريزلت رح يعطيني ايش ال رح يعطيني ميموري سيلز افكتور سيلز اجينست ذا سلف انتجنز، فانا برجع للاوتو اميونيتي. فهي كلياتها من حكمه رب العالمين انه يحمينا من الاوتو اميون ديزيزز او حتى من انه جسم ياكل بعضه. هلا الكور ريسبتور كوميتمنت، انه هنا بدي اختار، بدي اختار هل انا بدي سي دي 4 بلس ولا بدي سي دي 8 بلس سيلز. هلا ال بهاي المرحله في عنا نوعين من انواع الاختيار، ستوكاستيك او البروبابيليستيك موديل والانستركشنال موديل. الستوكاستيك انه انا بشكل عشوائي رح اخلي السل تطفي كور ريسبتور وتخلي الثاني شغال، فرضاً طفت الـ CD8 plus وتركت الـ CD4 plus شغال، راح تروح تتأكد تشوف هل الـ CD4 plus حيرتبط بالـ MHC class 2 ولا لا. إذا ارتبطت بالـ MHC class 2 أنت تأهلت معنا للمرحلة النهائية وبتصير أنت كبير. إذا ما ارتبطت بالـ MHC class 2 ارتبطت بـ MHC class 1 أو حتى ما ارتبطت من أساسه death عطول، مش لازم تطلع لنا. ففعليا هذا هو اختصار كل هذا الكلام اللي موجود مع الستوكاستيك، تقدروا تقرؤوه ونفس الكلام اللي انا حكيته بس هي بشكل مبسط. الانستركشنال موديل انه انا هنا الدبل بوزيتيف سيل رح تروح تخبط في هالخلايا، والخليه مثلا اذا ارتبطت بخليه عامله عندي انتيجن بريزنتنج باي ام اتش سي كلاس 1 حتخلي السي دي 8 شغال والسي دي 4 تطفي حسب الارتباط، يعني بايش بترتبط هي حتخلي شغال. اذا ارتبطت مثلا بسي دي بي 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 ام اتش سي كلاس 2 حتطفي السي دي 8 بتخلي السي دي 4 شغال. هاي هي الانستركشنال موديل، فعندنا اللي هو الاستوكاستيك وفي عندنا الانستركشنال، برضه نفس الاشي اللي انا حكيته هلا او هذا الاكزامبل، هذا هو بس عباره عن تلخيص للانستركشنال وتلخيص للاستوكاستيك موديل. The origin of distinct B cell subsets. هلا احنا في عنا تي سيل سبسيت، سوري، احنا في عنا انواع تي سيلز ثانيه بس قله القلائل، يعني ما بنشوفها ماخذه يعني ماخذ الحيز الكبير في ساحه المعركه، هي بتكون بس قليله جدا. في عنا الجاما دلتا تي سيلز، في عنا الناتشرال كيلر سيلز، وفي عنا التيريك سيلز. هلا الجاما دلتا تي سيلز they deviate in origin from الالفا بيتا تي سيلز، بمعنى ان هم عندهم اصلا اصل مختلف عن الالفا بيتا تي سيلز. هم جاي هدول الالفا بيتا تي سيلز جايين من البون مارو ديرايفد هيماتوبويتيك، يعني هم جايين من هيماتوبويتيك ستام سيلز، بس الالفا بيتا جاي من البون مارو، بس الجاما دلتا جايين من الفيتر ليفر ديرايفد هيماتوبويتيك ستام سيلز. هاي اول اختلاف بيناتهم. هلا هاي بتصير الدبل نيجاتيف تايموسايت، يعني انا عندي اي برو تي سيل بدها تتحول لبري. اذا ما قدرت البرو تي سيل
وهي تتحول لبري تعمل عندي expression للبيتا تشين، حتعمل عندي expression للجاما والدلتا، فبالتالي هي صار اسمها، فبصير عندها الجاما دلتا تيسل ريسبتر، فصار اسمها جاما دلتا تيسل. هلا هدول الخلايا على عكس الالفا بيتا عندهم low diversity أو limited diversity، التنوع عندهم محصور وما عندهم HLA restriction when compared to the conventional T-cell population. يعني هذولا بقدروا يرتبطوا بMHC سواء كان سلف ولا نام سلف، عشان هيك هم بقلية موجودين. The natural killer cells هذولا they develop من double positive thymocytes، يعني عندهم هم عبارة عن T-cell receptors، عندهم عندهم الألفا بيتا T-cell receptors، عندهم CD4 والCD8 من double positive thymocytes عادي، بس هذولا في عندهم CD1 عندهم ألفا بيتا تي سيل ريسبترز which are restricted للCD1، وكمان في عندهم اللي هو الناتشرال كيلر ايدنتيفاير، يعني إشي مميز بالنسبة للناتشرال كيلر اللي هو CD56 بيكون موجود. هذا الإشي جعلها ناتشرال كيلر تي سيل مش نورمال تي لينفوسايت. هلا هدول برضو عندهم limited diversity، يعني التنوع بالارتباط للانتيجنز كتير قليلة، بس حلاوتهم أو الإشي اللي بفيد إنه they are reactive against lipids. كتير من المايكرو أورجانيزمز بكتيريا أو أي نوع من أنواع المايكرو أورجانيزمز الباثوجينز اللي بيجوا عنا اللي بيجوا على الجسم بدخلوا على الجسم، هدول بيكون مش بس معمولين من البروتينز أو عندهم أنتيجين بروتينز، لا كمان بتكون السلول تبعهم ليبيد ريتش، زي مثلا المايكوبكتيريا مايكوبكتيريوم توبركلوسز مثلا، هاي نوع من أنواع البكتيريا اللي عندها السلول ليبيد ريتش. برضو الناتشرال كيلر سيل من وظيفتها انها تتحكم بمهام المارجنال زون بي سيلز، وهدول حنحكي عنهم باخر صفحه بالمحاضره انه ايش هم المارجنال زون بي سيلز وايش بيعملوا. فبنعرف انه الناتشرال كيلر تي سيلز هم بيتحكموا في شغل تبعهم. التيرك سيلز هم اختصار لريجولاتوري تي سيلز، هدول بيتحكموا عندي بالاميون ريسبونس تبعي. هدول يعني يعتقد بانهم جايين من الاماتشور تي سيلز، والله اعلم، ذات شو اي سترونج افيديتي against self antigens but slightly less than that causing negative selection through apoptosis. بيقدروا يرتبطوا بالself antigens، بس قدرة الارتباط تبعتهم بالself antigens أقل من إنهم تبي negatively selected، يعني أقل من إنهم to die by apoptosis، وأعلى شوي من positive selection، فهم بالسيف سايد، لا رح يكونوا يعني لا رح يكونوا neglected ولا رح يكونوا death by apoptosis، وما حيعيشوا، فحيعطوني a stronger stimulus than، يعني هم رح لما بيرتبطوا بالself antigens قوة الإشارة رح تكون أقوى من T-cell receptors that were positively selected، بس أقل من negative selection. طيب هدول مسؤوليتهم إنه preventing the autoimmune reactions، هم فعليا يعني بيفعلوا وبيسكروا immune responses. هاي التابل أنا صراحة كثير بحبها صراحة للأمانة، أنا بتلخص كل حكي كل إشي، فاللي ما ندرس ونخلص هاي البارز بتفرجيني عندي قديش بتكمل المرحلة، يعني مثلا proliferation بتكون موجودة ما بين الستمسل والبرو، بعدين بتوقف لما تتحول لبري، بعدين من البري للإماتشور أو الهي دبل بوزيتيف بعمل عندي شوية proliferation. نفس الإشي كل بار بيمثل عندي كل واحدة، وهي فعليا بتلخص كل الكلام اللي حكيناه، فهي كتير حلوة وأنصح جدا بدراستها. An overview of the T-cell development in the thymus. هذا برضو زي برتب الأفكار إنه إحنا إيش ممكن نطلع معنا. فعندي أنا a double negative T-cell أو هو فعلياً a pro T-lymphocyte صار pre وصار بعدين تحول ل double positive alpha beta T-lymphocyte. هلا هذا رح يصير عليه يا أما أول إشي رح نعمل عنده self شو اسمه self tolerance والself restriction. self tolerance انه هنا ما تعرف على ال اذا ما تعرف على ال MHC تبع السلف وما عمل عندي no signal it would die by neglecting، فهيو مات. وكمان عندنا اللي هي negative selection انه صار في عنده recognition للself antigens برضو مات. هلا those positively selected انه بصيروا بعدين اذا صار positive selection حتعمل عندي differentiation يا اما ل CD ل T cell receptors CD8 plus او لا CD4 plus، او حتى ممكن لانهم هاي immature بتصير لا regulatory T cell. هلا برضو هدول they will undergo اللي هو اللي يتأكدوا انهم بيرتبطوا CD8 والCD4 انهم بيرتبطوا بالMHC الصحيحة اللي هو بنسميه core receptor commitment. اذا ما شو اسمه اذا صار لهم negative selection they will die out.
those that were positively selected أو اللي بيقدروا يرتبطوا صح وتعدوا كل الخطوات بصيروا هدول. هلا كمان حلاوة هذا الجدول إنه هو برضو بفرجيني كل عملية وين بتصير، بالكورتكس ولا بالثايمس ولا بالماجيلا ولا بالبيرفري، فبرضو I suggest إنه الواحد يدرسه بس يخلص دراسته. The B cell development عملية تطور ال B cells. هلا a pre B cell receptor expression. عشان أغير من pro ل pre B cell نفس الإشي لازم أعمل أنا جزء من أجزاء الإميونوغلوبولينز، فببلش أعمل recombination and expression لمين؟ يعني ببلش أظهر الميو تشين، مع إضافة إلى اللي هو الأكسسري مولكيول اللي هو الألفا بيتا اي جي ألفا اي جي بيتا هيترودايمر. الاي جي ألفا اي جي بيتا هو حيقعد وجاهز، بس هعمل أنا بس للهيفي تشين هو الميو بس حضلها موجودة. طيب مش أنا لازم أحجز لللايت تشين وما لازم تضيع مني؟ وانا بعرف انه اللايت تشين في عندها variable region وفي عندها ايش الكونستنت region، فبيجي عندي إشي اسمه AVB protein، وهذا رح يعطيني ال future position لل variable region of the light chain. وبيجي يجي اسمه اللمدا 5 protein واللي بياخد مكان الكونستنت region of the light chain. كلياته هذا مع بعض اسمه ايش؟ Cyl، واللي هو عبارة عن البروتين الـ invariant protein اللي بيحجز لـ light chain، مقسم لـ الـ V pre B والـ H والـ lambda 5 proteins. هدول اللي رح يعملوا عندي إيش؟ إنه الـ possible position لـ light chain. The assembly of these molecules forms the pre B cell receptors. B cell receptor which mediates the survival, expansion, as well as the expansion of the clone and the exclusion of the other heavy chain locus. As what happens with the pre-T cell receptors in the pre-B cell receptor expression also has a rule that says only one chromosome will be expressed and the other will be inhibited. برضو نفس الاشي. عشان ما يصير في عندي انا اختلاف بنفس البي سل البي سل كلون، لازم اخلي قليلك اكسكلوجن، يعني اطفي كروموسوم واخلي لكروموسوم تاني اعمل له الريكومبينيشن والري ارينجمنت وكل هاي القصص. B cell receptor expression to change from a pre B cell into an immature B cell. هون بدي أكمل اللي هي the expression of مثلا كابا أو اللمدا chain عشان أعمل light chain. This results in the formation of an IgM B cell receptor. لأن إحنا بنعرف إنه الميو مع الكابا بيعطيني إيش؟ ال IgM B cell receptors. And a K chain allelic exclusion as well as light chain isotype exclusion takes place. كي تشين الليلك الكابا تشين الليلك اكسكلوجن اللي هي انه انا بدي اعمل على الفاريبل ريجن اوف ذا كي ريجن اوف ذا كابا تشين ايش اسمه انه لللوكاي انه على وان كروموسوم تو سويتش تو بي سويتشد اون واعمل ريكومبينيشن والثاني تو بي سويتشد اوف اند فايس فيرسا. باللايت تشين ايزوتايب اكسكلوجن اللي هي انا امنع اعمل اللي ايزوتايب سويتشنج انه احول من اي جي ام لاي جي جي وهاي وهذا الشيء، فأنا بدي أمنع كمان اللي هو الايزوتايب سويتشنج عشان أمنع من اختلاف الاي جي جي الموجودين. The B cell maturation to change from an immature to mature بدي أكبر، فأنا هون لازم they must undergo برضو نفس الإشي a positive and negative selection. The positive selection where the B cell that have formed fully functional B cell receptors starts to receive tonic signals promoting their signals. Those that did not receive such signals must try to enhance the function of the B cell receptor through changing the light chain, or they would die out. فلأن هم ما عندهم إشي اسمه self tolerance، فهذول رح ياخدوا tonic receptor tonic signals. هذول زي الإشارات tonic signals. They would either tell the B cell receptor نتفضل العيش بعيش بسلام، أو لازم إذا ما وصلتها تحاول إنها تغير باللايت chain تبعها لتقدر إنها تأدي وظيفتها بالشكل الصحيح. إذا ما قدرت تعمل هذا الإشي it would eventually die out. The negative selection refers to where those B cells that have a highly self-reactive would undergo receptor editing by changing their light chain structure to modify the reactivity of their B cell receptors. If this does not work they would undergo apoptosis. ال B cells that are highly self-reactive يعني هم عندهم ارتباط قوي جدا بالself antigens يا بتغيروا باللايت chain تبعكم they would receive receptor editing signals انه عشان يغيروا الرياكتيفيتي اوف ذا بي سي ريسبتورز، انه يعني زي انه
يحاول انه بس يظبطها ويعدلها، انه انت ما لازم تعمل reaction against the self antigens، لا انت لازم تروح towards اللي هم ال non self antigens. If this does not work they would likely undergo apoptosis اللي هي ال programmed cell death ويموت. The B cells that have survived both the selection processes then leave the bone marrow but need to complete their maturation in the periphery before becoming fully functional. هون صاروا ماتشور، هاي كلها العملية صارت في البون مارو، ما غلبناش حالنا ولفينا الجسم كله، بس برضو لازم تروح للبريفري وتكبر منيح تاخد خبرة عشان تقدر to undergo ايش اللي هي ال شو اسمه to be fully functional. هذا نفس اللي فوق للتي سيل ريسبترز، بيكون يعني رائع جدا كتلخيص وكهيك زي خريطة ذهنية للي درسنا. طبعا اي سؤال باي شيء عادي يسألوا، اهلا وسهلا. Origin of the distinct B cell subsets. هلا احنا في عنا انواع مختلفة برضو للB cells غير المتعارف عليها اللي احنا بنعرفه. بنقسم الB cells، خلايا الB cells، خلايا الB cells حلوة، B1 cells و B2 cells. هلا الB1 cells مش bone marrow derived، they are fetal liver hematopoietic stem cells derived. These cells are mostly found as self-renewing populations in the peritoneum and mucosal sites with limited specificity repertoires. هم عبارة عن self-renewing populations، بضلها تجدد بحالها، موجودين بالperitoneum وبالmucosal sites، وطبعا عندهم limited specificity. These they secrete natural antibodies، بضل عندي شو اسمه antibodies natural، أوكي، وبيكونوا أغلب هدول أنواع الantibodies IgM directed against the microbial lipids and the polysaccharides and they act as the course of a fighting infection. هما برضو بيساعدوا عنا بالحماية at the early course، يعني في البدايات للinfection، وبرضو بيهاجموا الlipids والpolysaccharides، فإلهم وظيفة مناعية، بس في نفس الوقت هم أغلبهم self-renewing cells، بيكونوا موجودين في البيريتونيوم وموجودين في الميوكوزال sites and they secrete antibodies اللي هم الRGM. ال B2 cells those are bone marrow derived hematopoietic stem cells، هدول اللي احنا بنعرفهم. هدول برضو بينقسموا لقسمين او لنوعين. هلا هدول بيكملوا بيروحوا من البون مارو بيروحوا بعدين للسبلين ليكملوا الماتوريشن بروسس تبعهم. في عنا marginal B cells وفي عنا follicular او reticular B cells. هلا marginal B cells هدول موجودين على splenic marginal sinuses as well as the lymph nodes، يعني موجودين على الاطراف لل اللي بالسبلين وكمان بالليمف نودز اللي هي بتكون in direct contact مع مين؟ مع الدم، بالمناطق اللي بتكون in direct contact مع الدم. عشان هيك they are used against the bloodborne microbes and they secrete برضو natural antibodies يعني into the bloodstream. برضو هذول مسؤولين عن التحكم بال T cell independent immune response اللي هم رد الفعل المناعي الغير مرتبط بال T cells. هذول هم الخلايا اللي بتتحكم فيهم مين؟ natural killer T cells. طبعا حد بيجي بيحكي طب طالما هي mediates the function انه switched on او turned off، يعني بتوقفهم او بتشغلهم، كيف هذا it is T cell independent immune response؟ لانه هذا ال helper T lymphocytes احنا بنحتاجهم عشان تساعد ال B cells بشغلها. فهون بنحكي عن ال T cell independent، يعني هو ما بتحتاج ال helper T lymphocytes، هي شغالة لحالها. follicular او اللي هم ال reticulating B cells، these they form the majority of the mature B cells. أغلب mature B cells بيعملوا عندي follicular B cells أو اللي هم recirculating B cells and assume the arrangement of follicles. هدول بيعملوا عندي follicles موجودين بالسبلين، عشان هيك اسمهم follicular. هدول ما they do not secrete antibodies، لا they express يعني بيطلع على cell surface IgD as well as IgM B cell receptors على cell surface and they're both having the same specificity. ال IgD وال IgM إنه حكينا ممنوع يكون في عندي اختلاف بال specificity لنفس الكلون of the B أو ال T cell. It is immunologically prohibited. فهنا نفس الإشي برضو diagram خفيف لطيف ظريف جدا بيلخص عندي اللي حكيناه فوق وبرضو برتب الأفكار. وأنصح جداً 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 إنه الكل حدا يشوفه ويفهمه. أتمنى أكون إنه أنا فهمتكم كل إشي وطلع وصلت كل الفكرة. وgood luck في امتحانكم، وأهلا وسهلا بأي استفسار أو سؤال. Good luck.